السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في ناس كثيرة بتضرب التقارير دلوقتي بالشات جي بي تي او شات اوبن اي اي، فالحمد لله قدرنا نلاقي موقع يقفش الكلام دوت. فمجرد ان انت تديله اي جملة مكتوبة يقدر يقول لك نسبة الذكاء الاصطناعي كاتب قد ايه في المقالة ديت. ونفهم من كده ايه؟ ان احنا لما نضرب من تحت لتحت اي مقالة لازم نعيد صياغتها ونقراها بتمعن ونعدل فيها. مثلا write article about Egypt ونشوف هكتب لنا ايه، وناخد الكلام دوت للكونتنت ديتكتور عشان يقول لنا بنسبة قد ايه المقالة دي مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. هاخد الكلام ده كده كوبي واروح هنا واقول له اكشف لي على الكلام دوت واقول له analyze text، ويقول لك 3% هو البشري والباقي كله ذكاء اصطناعي. الف مبروك، الف مبروك. الطالب اللي عمل المقالة ديت هشيل المادة اكيد يعني.